تمثل العلاقات المصرية العراقية نموذجا متميزا في العلاقات بين الدول العربية في ظل المواقف الإيجابية من كلا الطرفين تجاه الطرف الآخر. وعلى الصعيد السياسي تتسم العلاقات بين القاهرة وبغداد بالتنسيق والتشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن العمل المشترك على مجابهة التحديات. تاريخ ممتد للعلاقات المصرية العراقية يجمع البلدين في ظل التفاهم والتنسيق المشترك بين القاهرة وبغداد، والذي لا ترجع أهميته إلى كونه فقط نموذجاً للعلاقات بين دولتين عربيتين لكل منهما وزن سياسي واقتصادي، وإنما تتمثل أهميته في الكشف عن مجمل العوامل التي شكلت ملامح تلك العلاقات منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، ومن ثم انعكاسها على المنطقة العربية. ونظراً لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي، فرض ذلك عليهما تحمل عبء الدفاع عن مصالح المنطقة إلى جانب القوى العربية الأخرى، ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصري على الثوابت الراسخة بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. وفي ترجمة واضحة لدعم العراق، تحرص مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات المعنية بذلك، ومن بينها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي انعقدت فعاليات نسخته الثانية في الأردن في نهاية عام 2022، حيث ثمنت مصر الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة على رفض القاهرة الكامل لأي تدخل في شؤون العراق ودعم وحدة الأراضي العراقية، والجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن. ويشهد الوقت الراهن انفتاحا واضحا من البلدين تجاه تعزيز العلاقات وإقامة علاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات في مختلف أوجه التعاون، مع استعداد واضح من مصر لدعم شمول العملية السياسية في العراق لجميع الأطياف العراقية دون استثناء. وقد انعكس ذلك في تبادل مكثف لزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، بما يواكب أهمية ومحورية العلاقات بين مصر والعراق.